هيا تعالوا لتعيشوا خبرة الحج هذه التي ستبقى للأبد في قلوبكم. هذه دعوة خاصة أطلقها الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة خلال الجزء الثاني من مقابلة حول موضوع الحج. إنني أدعو جميع أصدقائنا لأن يضعوا في أجندة مواعيدهم الخاصة وفي قلوبهم على وجه التحديد الرغبة في الحج للأرض المقدسة دون تردد وبثقة كبيرة بالله وبشوق كبير لرؤية الأماكن التي ظهر فيها كلمة الله ورغبة خاصة لزيارة الأماكن التي فيها تجسد الرب لحبه العظيم لنا. تعالوا لتروا الناصرة التي تحتضن مغارة البشارة. تعالوا لتروا بيت لحم التي تحتضن مغارة الميلاد والمذود. في هذا المكان الذي ولدت فيه مريم المخلص ووضعته في المذود. تعالوا لتروا بيئة بحر الجليل وكفر نحوم والطابغة وجبل التطويبات وكل هذه الأماكن مع إمكانية قراءة الإنجيل والعديد من صفحات تلك التي تعطي معنى لحياتنا. ومن ثم زيارة القدس المدينة المقدسة حيث عاش يسوع أياما مصيرية أسبوعه المقدس من أجل خلاصنا ومصالحتنا وفدائنا. لتكن فيكم الرغبة أن تصعدوا إلى الجلجلة وأن تقفوا أمام المكان الذي أظهر فيه الرب أعظم حب لنا عندما مات على الصليب من أجلنا، وأن تدخلوا القبر الفارغ الذي يظهر لنا أن الموت منذ تلك اللحظة قد هزم. di poter salire sul Calvario e sostare davanti al luogo dove Gesù ha manifestato l'amore più grande, morendo per noi. ومن ثم زيارة أماكن أخرى كانت شاهدة على قيامة الرب، فالعودة من جديد إلى شاطئ بحر الجليل والطابغة وسماع ذلك الحوار الذي دار بين يسوع وبطرس، وهو الحوار ذاته الذي يريد يسوع أن يجريه مع كل واحد منا. أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني كثيرا؟ هيا تعالوا لتعيشوا خبرة الحج هذه التي ستبقى إلى الأبد في قلوبكم وفي حياتكم كخبرة أساسية ستساعدكم على إدراك أن كل حياتنا ما هي إلا عبارة عن رحلة حج، وهدفها النهائي هو الجنة والحياة الأبدية والبقاء مع الرب إلى الأبد. Paradiso è la vita eterna e stare con Dio per sempre.